أنا عارفة أنه في حلقة الليلة غادي نحكي لكم واحد الأمور اللي هي محرمة، ولكن خاصني نعود عليكم. عرفتوا علاش؟ باش نتعلموا علاش ربي تيقول لنا بهذا المعنى العامي صاحب، علاش هو حرام وعلاش ما تدخلوش فيه وعلاش ما تمشيوش ليه. وأنا عارفكم تبارك الله بلي راكم عارفين هذا الشيء كامل، ولكن الكارثة ديال اليوم أنه صاحبة حكايتنا الليلة غادي تجرح وغادي تعاود لنا شي أمور اللي غتقولوا واش فيه علينا هذا الشيء هنا في المغرب ولا لا. وفي نفس الوقت طيح الله في إنسان اللي هو خطير على نفسه، على عائلته، وحتى على المجتمع ومنه عدد. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد اينما كنتم، شادين طريق في كوزينه كتصنطوا لعظامكم، انا معكم. اذا ما كنتوش خارجين عطله بحالي انا الونيسه ديالكم. وباش نعرفكم بلي عندكم دقه الملاحظه قولوا لي شنو مبدل فيا اليوم، خليوا لي لتحت التعليق ديالكم اللي قشعات ولا اللي قشع شنو كاين، غادي نعرف بلي انه عندكم دقه الملاحظه 100%. فالناس يلاه التحقوا بالقناة، بغيت نقول لكم مرحبا بكم، شرفتونا ونورتونا، واللي معنا من زمان راه مول الدار، راكم دائما فوق من راسي. فما تبخلوش عليا انكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود، انك غير تهبط ودي الطق وصافي، كدعم ليا اولا شكر ليا على الاجتهاد اللي كندير معكم. وسمحوا لي حيت غبرت عليكم البارح، ولكن كنت مضطر لانني كنت محتاجة أنني نرتاح، لأن هذه الحكاية عياتني وسخفتني لأنها طويلة فعلا وعامرة بالسلبيات. فخير ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم يلا لنبدأ. أنا وعد اختاريت هذا الاسم حيتاش وعد راسي باش أنني ما نعاودش مازال نفس الغلط. كل حكاية من حكاية الناس كتبديها دائما بالوالدين، وكل ما سمعت شي حكاية تنقول شنو دخل الوالدين في القصص ديال الناس اللي غلطوا. ولكن من بعد بديت كنفهم بلي أنا بصح حتى انا غادي خصني نبدا بانني نحكي على والديا، حيتاش ربما شي حوايج اللي عشت وكيفاش تربيت دفعوني انني نوصل لحكايه الليله. في الطفوله ديالي كانت حياتي زوينه، كنت ما بين 4 ديال الخوت وانا هي الصغيره، وبمعنى اصح انا هي الكبيده ديال العائله. كنت ضاسره بزاف وعزيزه على كل شيء وبحطيه بزاف، حيت ماما طيبه وكتشد الخاطر وما كتغوتش عليا ولا كتعايرني. كان عندي مشكل في عدم تقدير الذات اللي خلاني انني نوصل لحكايتي اليوم. كان واحد عدم توازن ما بين بابا وماما، باش ماما ما كانت قريبه باش ما بابا كان بعيد كل البعد عليا. بابا كان غارق في خدمته اللي كان عنده فيها المشاكل، وما كنتش انا كنتقبل هذا الشيء. كنت نشوفه تيجي وتيطلع لبيته وما تيدوي مع حتى شي حد، وما كان عنده مع حتى شي واحد. هو عزيز على البراني ولكن بعيد من العائله كلها. كنا كنمشيو للمناسبات وهو ما كاينش، اذا جات العائله كيكبر بهم وكيرحب بهم وكيطلع لبيته يسد عليه. المدرسه ما كانش كيعرفنا اصلا فين كنقراو ولا حتى فين كنمشيو. في التسافرات الناس كيعيطوا ليهم والديهم باش يشوفوا من موراهم شنو كاين، انا بابا لا، ما كاينش اللي يقول لي علاش تعطلتي وفين. اللي من بعد فاش كبرت غادي نعرف السبب علاش كندير بحال هكاك، ببساطه لانه كان تيعاني من اكتئاب. ولكن انا ذاك ما كنتش متقبله هذا الشيء، كنت نحس بنقص كبير من ناحيه بابا. فعلا هو حنين بزاف ولكن كان مريض نفسيا، ويا ريت كون فهمت هذا الشيء من قبل كانوا بزاف ديال الحوايج غادي يتبدلوا. كنت بنيته اللي كتقرا في الابتدائي بالفلوس مع ناس اللي كانوا واعرين، وكنت نلعب غير مع الدراري حيتاش طبيعي حليت عيني وسط منهم وزنقتنا عامره غير بهم. كنت انا هي ديك البنت اللي كانوا كيجيو يدقوا عليها الدراري باش تلعب معاهم الكره. اذا سمعوا في دارنا بلي انه سبحان الله جايين عندي شي بنيتات كتجيهم غريبه، حيتاش كيفاش انا مصاحبه مع البنات وانا ديما معاشره غير الدراري. وسط هادشي كله كنت قرايه، وانا طفله باقا كنعقل. كانوا جاوني كتبان تاع السيره النبويه والعقيده كهديه، كنت كنقراهم وانا ما عارفه فيهم والو، ولكن عمرني ما نسيتهم. من تما بغيت الاسلام، من تما بغيت الله، وليت كنخاف انني نكذب وما خصنيش انني ندي شي حاجه اللي ماشي ديالي. وزيد وزيد وزيد، علاش قلت لكم هذه النقطه ما بغيتش نفلتها في الحكايه ديالي؟ لانه عندها دور كبير من بعد في بزاف ديال الامور. من بعد دزت من مرحله الطفوله لمرحله المراهقه ودخلت للاعدادي، وبطبيعه الحال كانوا عشراني هما الدراري، كذلك في الثانوي. ما كانش عندي واحد العقليه ديال البنات انه مثلا يكون عندي خليل، حيت كان تيبان لي بلي انه الدري باغي بنت معناها باغي يضحك عليها فقط، حيتاش ببساطه بقوت ما عاشرتهم هذا الشيء اللي استفدت منهم، انهم كيضحكوا بها ولا يتحلفوا عليها ولا يلعبوا عليها. المهم انا كنت ديما تنقول عمرني ما نحط راسي في هذا الموقف حتى نتزوج وصافي. كنت مع عشران اللي بصح اذا شافوك مع شي دري يقتلوك بالعصا قبل من خوتك، واخا دارنا كانوا عاطيني الحريه، ولكن بسبب صحابي كان اصلا مستحيل انني نهضر مع شي حد. غادي نوصل للباك
كل واحد من صحابي فين تفرق، وهنا فين وليت كنتصاحب مع البنات. ولكن كيفاش القصه؟ انا غادي نحكيها لكم اليوم. كنت واحد النهار تلاقيت بواحد البنت في الطوبيس ما كنعرفهاش، وبغيت ندير فيها واحد الاجر حيت هي كانت بنت ديال الخيريه. بغيت نعطيها شي حوايج جولي، جات عندي للدار عطيتهم ليها، جاوها تقال قلت لها غادي نوصلهم معاك، وهي كانت كطير من المقلة. بهذا المعنى كانت فاسده ديال بصح، كانت كتعاود ليا شي حوايج داتهم، انا بقيت غير حاله فمي، وحسيت براسي بلي انني بحال راني ساكنه في وسط شي قوقعه. المهم فاش وصلت عندي الدار وخدات دوك الحويجات بغيت نرجعها، وهنا غادي تلبس واحد اللبس اللي كان باسل كلشي تيشوف فيها وكيدوي عليها. حتى جا واحد السيد بغى يهضر معاها، وانا بالخلعه قلت ليها شوفيها فلانه سيري دخلي انت ويا الباركينغ وهضري معاها كيف ما بغيتي، انا ما نقدرش نوقف معاك حيتاش بابا ولا خوتي يقدروا يشوفوني في اي لحظه. فعلا مشينا وبقات كدوي معاه، وحتى انا دويت معاه صراحه، ولكن كان متلوق معايا حيتاش من الاخر هو كان مقصودو هي. في الاخير قال لينا اجي نوصلكم، قلت لا غير طلعي انت حيتاش انت ساكنه بعيده. منين طلعت غادي نتلاقى معاه وحدة اخرى في الطوموبيل، الاخر ما ديتهاش فيه، واخا عجبني شكلا وعجبني انه ما تجرأش عليا، ولكن فاش بغيت نزل غادي يطلب مني نمرتي وعطيتها ليه، ويا ريت لو كان ما عطيتهاش ليه، حيتاش من داك النهار عمرني ما شفت بحال ديك المعامله. كانت عندي انا داك 18 19 سنه وهو كانت عنده 25 سنه، كلمه زوج وتيقول لي انا جاي لعندك نجيب لك هذه، بغيتي هذه نحط لك هذه، بغيتي تاكلي هذه، غادي تسلط عليا من حيث لا ادري. هبط عليا من السما وانا عجبني الحال وقلت صافي هذا هو، اش نجرب ما فيها حتى شي حاجه. بقينا كنتلاقاو وكنخرجوا بكل احترام طبيعه الحال، انا من قبل كنت باغا شي واحد يكون تيصلي تيخاف الله، حيتاش حنا في العائله ما عندناش شي حد اللي كيتعاطى الممنوعات ولا غيرهم، عندنا عيب القر والخمر اعزكم الله والقمر وكاع دوك الموبقات. ولكن هاد خينا سبحان الله غادي يجمع داكشي كله، اول موعد غادي يكون عندي معاه غادي يمشي معاه للبحر. ديك الساعه كان الصيف، كان قال لي يلا معايا، وانا كنت تنموت على شي حاجه سميتها البحر، وتما كانت عندهم دارهم فمشيت معاه فعلا. وباش ندوش غادي يقترح عليا وقال لي اجي ندوزو لدارنا، وهنا غادي يطرى اللي يطرى، وبطبيعة الحال بكل إرادة ديالي حيتاش كنت نقول مع راسي صافي جربي ما فيها والو، واش غتبقاي انت غير في هذه القوقعة. وهنا فين غادي يطرى واحد الصدمة اللي عمرني ما توقعتها، غادي يبين لي الحياة الوردية، كان كيهبط عندي من السما فين ما بغيتو كيحضر عندي وفي الحال. اش غادي نقول لكم، طوموبيل كبيرة والفيلات بهذا المعنى كان خانس فلوس، داني لها الدار ولها الدار ولها الدار. أنا صراحة ماشي مادية ولكن كان داكشي تيغري واحد شوية. المهم واحد الليلة كان مرجعني لدارنا، وفي الطريق تليفونه كان تيصوني ما سكتش، ما بخاش يجاوب ولكن ما سولتوش. وصلت لدارنا صباح على خير بسلامه، لا غد لي بديت تنصوني ليه باش نسول فيه ولكن ما تيجاوبنيش، عييت منصوني حمقني وتنقول كون غير لحني مشي جبل وما دارش ليا بحال هكا. مشيت خرجت ودزت محدا القهوه ديالهم ما كاينش، عيطت لصاحبه ما كيجاوبش. مشات لسيمانه وتجبدات ال 15 اليوم وهو قاطع الحس، وانا ما عارفاش شنو طاري. هنا بديت كنشك في راسي، واش فيا شي مشكل اللي خلاه انه يدير بحال هكا. تعقدت وبكيت وضربت راسي مع الحيط، تنمشي وكنجي، دوزت واحد الصيف كحل، واللي تلاقيت معاه تنعاود ليه. كانوا تيقولوا لي ياك ما دام منك والو، ياك باقا عازبه صافي يدبر راسو. انا مرضت وما عرفتش السبب اللي خلاه يدير بحال هكا، بقيت كنصوني لصاحبو حتى غادي يجاوبني واحد النهار بجواب اللي كان اعزكم الله زنقاوي، وهو يقول لي اعطينا اتساع. ما عجبنيش الحال بطبيعه الحال، وسديت داك الباب وغادي تدوز عام بالضبط على هذا الموضوع. كان جا العيد الكبير وحنا ما كناش كنعيدوا في دارنا ولكن في الدار ديال العروبيه مع العائله، غادي نمشي لعند واحد السيده نتسخر لدارنا، حتى تيبان ليا هو واقف عليا بالطوموبيل ديالو، كنشوف فيه تيقول لي طلعي، قلت ليه لا، غادي يهبط بلا ما يتشاور معايا وهزني صحه ودخلني الطوموبيل، وانا ذاك كانت فيه ريحه الخمر عزكم الله، علما انه ديما فيه هاد الريحه والطوموبيل ديالو عامره بها وعامره بالموبقات الى ما اخره. غادي يهز تليفوني وطفاه وقلت ليه انا بلي راه راني غدا تابعني العروبيه خصني نمشي باش نعيد معاهم، قال لي لا انا اللي غادي نديك، وخصكم تعرفوا بلي انه انا كانت عندي رخصه انني نبات من غير دارنا زعما نكون مع صحاباتي، ولكن خصني غير نعلم ماما من قبل. داكشي اللي درت عيطت لها وقلت لها غدا غادي نخلط عليكم واخا بسلامه. المهم بقات يضرب ليا في طوموبيلته ديك الليله
كلها حتى صباح الصباح ولحقني العروبية. وديك الساعة كان صباح العيد كيف قلت لكم، هو غادي يرجع في حاله، ولكن حياته ما فيها لا عيد لا عواشر لا حتى شي حاجة. رجعنا تنهضروا، واحد شوية قال لي راسي هذا لا راه ما خدامش لك واحد، شوفي راه سكايري ويقدر في اي لحظة يعاود لك نفس البلان. تخاصمنا على شي حاجة وبدا كيقول لي انتي عندك صحابك الدراري وهذه وهذه، وانا ما بغيتش وحده بحال هكا، وانتي كلشي تيعرفك وما بغيتش شي بنت دايره بحالك. بلوكاني نفس البلوك نتاع المره الاولى. مشيت عنده بديت كنرغب فيه، سمح ليا وانا ما نبقاش، واللي بغيتيها نديرها ليك ونرجعوا بعضياتنا. صراحه فاش كان تيخليني كنلقى راسي مع نفس الشخصيات ديالو اللي باغيين نفس الحاجه، حتى وليت نقول اللهم هو رجعت معاه. ودابا حنا ضربنا 3 سنين في العلاقه، غادي نعاودو نتخاصمو حيت ما بغيتش نسهر معاه. وهاد التخاصيمه غتسمعوها بزاف في الحكايه ديالي، كنتخاصمو الاف المرات او لا اكثر، نهضروا سيمانه ونضحكوا سيمانه ونتخاصمو شهر شهرين. فعلا كانت عندي واحد الحريه وانا نمشي فين ما بغيت، وتعرفت على شخص فاسد انا هادشي عارفه، ودرت ليه خاطرو في بزاف ديال الحوايج اللي ما كانش خاصني نديرهم. لكن واخا هكاك كانوا على الاقل باقين عندي واحد المبادئ محتفظه بهم. تيدخل الحانة انا وشرب مع صحابه، وانا كنبقى كنتسنى في الطوموبيل داخل خارج بحيله جالس معايا، وانا كنت مصره انه رجلي ما نحطهمش في ديك البلاصه. للمره الالف تخاصمت معاه عاوتاني، داز شهر دخلت البروفيل ديالو في الفيسبوك حتى كنلقى كلشي تيكتب ليه مبروك مبروك، وهو لابس واحد القميجه بيضاء بحيله عريس. صدمت بلي انه خونا تزوج، وهنا انا غادي ننتقم اني نمشي نكون علاقه واحده اخرى مع واحد السيد اللي فقير جدا، وحتى هو قصته بوحدو. هاد خينا كنت قلت ليه بلي انا بغيت نتزوج، هو غادي يشدني من هاد النقطه، وبقى لي حتى انا، وانا كنت عارفه بلي انا تيكذب عليا. وتقبلت هاد الامر حيت قلت كاينين زوج انواع ديال الرجال، يا باغي الدار وباغي تفلى، يا هذا اللي باغي يتزوج وحتى هو كذب، ولكن غتصبري معاها واعد يقدر يتبدل. غادي نبقى معاه تخيلوا لمده 8 شهور. هاد الوقيته فين ما كيتلاقى بيا داك اللي قلت لكم راه تزوج كيجي كيهزني وكيديني الخدمه حيت شديت الباك وخدمت، ويعاود يهزني ويحطني في دارنا، وعمرنا ما هضرنا، عمرني ما قلت ليه لا ما تجيش عندي. انا في هاد الوقيته ما كنتش متاكده واش هو فعلا مزوج ولا ديك التصويره غير حاطها، ما قدرتش نسولو وما قدرتش نقول ليه باللي انا راني دخلت في علاقه واحده اخرى اللي من بعد غادي نهيها. حتى لواحد النهار غادي نغبر عليه وغادي نبلوكيه، غادي يجي عندي تيطلب وكيرغب وكيبكي وحالته حاله، وعافاك وراني غير بغيت نعاود لك شنو طاري ليا وعندي مشاكل. شدني من هاد النقطه حيت عارفني بلي انني غادي نسمع ليه. ما حنا كنا مفاهمين في هاد القضيه حيت هو عنده مشكل مع باه وانا كان عندي مع بابا، انا عند بالي بلي انا وديك الساعه راه حنا بزوج ضحايا، وتنبقى كنسمع ليه. وعنده ظروف وباتي لوحو في الزنقه وباتي خون مو قدامه وخاصني نحن فيه، وعنده مشاكل. بكل بساطه كنت لعبه دور نتاع الام مع راسي، حتى فاش قال لي راني بغيت ندوي معاك قلت له واخا مرحبا شنو كاين، راني مشيت نتزوج وعذبتني هاد فلانه وسحلات ليا وكانت انسانه ما مزياناش معايا. انا فرحت داخليا لانه قلت ربي انتقم ليا منه، وبديت كنتشفى فيه وعجبني الحال لواحد الدرجه تنقول ما يمكنش كيفاش ربي جابو لعندي حتى يشكي عليا هادشي كله. قال لي راك دبات على دارهم بلي انني ضربتها وكطلب ليا الفلوس، وكاع فلوسي حطيتهم ليها في الذهب، لدرجه انه في العرس اي حاجه قالتها ليا اذا ما كانش راه ما غاديش ندخل، مشيت كانت جاره ونديرها ليها، ولكن هي ما بغاتش تحيد البليه، وانا عييت ودفعت الطلاق. تخيلوا معايا كاع الايام اللي كنت تشكي فيها عليهم تشفيت وبردت ليا الحرقه ديالي. حتى لواحد النهار مشيت معاه للدار وتعطلت، واذا تعطلت كيف قلت لكم فبلا ما نرجع لدارنا كنبقى نبات بحيله راني جالسه مع شي صاحبتي. فعلا غادي نبات معاه، وانا ذاك كان باه مريض في السبيطار وهو غير تيدور وعزكم الله سكران داك الاسبوع كامل، وانا تنقول مال هذا ما داهاش في باه اللي هو تيموت حشومه، وانا ماشي هذا هو الراجل اللي بغيتو اللي تنحلم به، شوف غير با وشنو داير فيه. لا ما يمكنش، دارهم كلهم في السبيطار وهو اعزكم الله غير قرعه من مورا قرعه، بقى عقله مع 6 ديال الصباح عيطوا عليه دارهم وخواتاتو باش يقولوا ليه بلي انه بانا راه مات. تما بقى فيا بزاف وغادي نسمح في كلشي وغادي نوقف معاه بمعنى الكلمه وما غاديش نخليه. نسيت كلشي وشديت في يديه بقيت معاه، وديك الاخرى اللي كنطلقها واخا هكاك ما سمحاتش فيه وديما واقفه لينا في طريقنا، حتى طلعت ليا فراسي وقلت ليه صافي اخويا انا طلع لي هادشي فراسي، وزدت وخليته بعدت عليه لمده عام. وهنا جا الدور ديالي فاش انه غادي يموت بابا، سول فيا وتا هو ما خلانيش، سمحت ليه ورجعنا كنتلاقاو وكنخرجوا، وبديت كنغلط معاه غلطه من مورا الاخرى.
وهي غاديه، علما انه السنوات كلها اللي دازت من قبل كنت محتفظه على العذريه ديالي. واحد المره وانا وسط اجتماع في خدمتي غادي تصوني عليا واحد النمره وتقول لي فين كتعرفي فلان، مالكي على هاد الدل؟ هما كانوا بنات مشرملات وتيقولوا لي راه كان معنا البارح، ومن وحده لوحده كتهضر معايا كانوا بزاف. وحده قالت لي راني حامله منه. انا خرجت كندوي في التليفون وكل اللي كانت تبكي وكانت ترعد. ضيعت خدمتي وانا كنت محتاجها، حيت اذا ما خدمتش ما كانش اللي غادي يعطيني. وخوتي كل واحد كاين في مدينه، هو ما عمره ما خدم، با خلى ليه المشاريع وهو غير تيدور كيتحاسب مع الخدام وكيشد فلوسهم. كان معذبني بزاف وتيجيني منه غير الصداع والمشاكل. كنبقى كنعس عليه ياك ما هبط من دارهم مع شي وحده، حتى كيهبط بوحدو كنرتاح. بزاف ديال المعاناه اللي ما يمكنش لكم تخيلوا. ما عرفتش كيفاش قدرت نصبر في هذه العلاقه، ولكن كنت فعلا عبيطه. غادي نكتئب ديال بصح ومرضت ودخلت للسبيطار ورجعت كنعالج راسي براسي وبعدت منه. هو تيغبر بالشهورة ويجي حتى كنولي انا بخير ويجي متحت دارنا وكيبكي عليا في التليفون، وهو عزكم الله سكران ويقول لي انا تنموت بلا بيك. اكيد المشاعر ديالي كيعاودوا يتحركوا، كيرجع داك الانسان اللي هو بريء كانه ماشي هو اللي دار داك الشيء. وكنضطر باش انني نسمح ليه للمره بلا عدد. ولكن الجمله الشهيره لا حياه لمن تنادي. وقت ما رشقات ليه كيطفي التليفون ديالو، وقت ما رشقات ليه كيبلوكيني وكيخرج مع واحده اخرى. واحد النهار دارت كسيده وهو سكران، وتخيلوا معايا غادي يقتل شي حد. وفكوا دارهم بكل سهوله مشي 9 ديال المليون. كان طاغي وظالم، انا شي ما كنتش كنشوفو. انا الصوره اللي كان عاطيني وبنيت عليه بلي انه هو غير مسكين. كيف قلت لكم بلا عدد انا غير كنسمح ليه. دازت الايام وغادي ندخلوا لمرحله جديده، انه بغى يعرفني على دارهم، على خواتاته وعلى ولادهم. انا ولادهم كانوا تيشوفوني معاه من سنوات، كانوا صغار. اما دابا راه تبارك الله فين وصلوا. كانت واحد اختو ديما كتشوفني معاه فاش كيدخلني للدار تنسلم عليها حتى ولينا كنتعرفوا. وصراحه دوك الناس حبيتهم وحبوني، ومن ديما كنت كنتمنى شي عائله بحال هذه. وكانت مشاعر لي هي متبادله لدرجه انه وليت كنخرج معاهم، كنتبحر معاهم، كندوزو الصيف مجموعين، خواتات وبولادهم ورجالاتهم، وليت وحده منهم عندي في فيسبوك انستغرام حتى في الواتساب. وحده من خواتاتو غادي تقول لي ما يمكنش يكون معاك خونا، راه حنا مولفين نشوفو غير مع اعزكم الله غير الوسخ، غير دوك الخايبات والمشرملات و الى اخره. انا ذاك كنت تنفرح. هما كانوا باغيين نتزوجوا باي طريقه، ولكن في دارنا من بعد سنوات ديال الضياع تحد ما سايق الخبر على علاقتي به. خواتاتو شفت منهم غير الخير، لدرجه انه اختو كتقول لكاع افراد العائله بلي انا الخطيبه ديالو وراهم جاو خطبوني. حتى لواحد النهار غادي يشوفوه شي مره مع شي وحده ما عجبهمش الحال، وغادي يواجهوه وغادي يطلبوا منه باش انه يتزوج بيا. ولكن هو ما كاينش في هذا العالم. وتناقش معاهم وطلب مني انني نعطي اتساع لعائلته، ونض ليا بلوكاهم من عندي. من تما تصدمت بلي انه راه ما كاين لا معقول لا والو، والسيد ما ناوي حتى شي حاجه. علاش اخويا انا دازت عليا وانا هذه. المهم كيتحجج باسباب اللي ما كاينينش، كيبكي كيسكر كيتبعني قدام عباد الله بقاي معايا وافلام هنديه. خواتاتو كلهم بداو يقولوا لي عطيه اتساع حيتاش صافي راه هو غير كذاب، وانتي زوينه وكتستاهلي ما احسن ما تضيعيش حياتك معاه. لا نتوما ما كتعرفوش وغير كتظلموا ما كتحسوش به، وما عنده حتى شي حد من غيري. ولكن هو امو كانت يغوت عليها ويخسر الهضره حداها، وهي كانت كتسخط عليه بالليل وبالنهار. وصلت معاه لشي حوايج اللي راه ما يمكنش يطيحوا لكم في البال. نزيدكم القضيه نتاع اي واحد دار شي حاجه لشي بنت الناس فعلا راه كدار لختو نفس القضيه، لانه هذا الامر دين. تخيلوا اللي دار ليا بالحرف لغد ليه اختو كدار ليها نفس القضيه من طرف واحد اخر، ونفس الاحداث اللي عشتها حتى هي غادي تعيشهم. غادي يجي عندي شوف يا وعد انا صافي حيت المخدرات وغادي نتبدل معاك وتنفكر في المستقبل الى ما اخره، ويبكي وديك الشيء كامل. كان كيخرج مع المافيات ويجلسوا عباد الله، كانوا كيديروا صداع من غير السيد اللي قتل غادي يتعدى على واحد اخر وغادي يهرسوا، وعلم الله شنو وقع من غير هادشي. تنقول لهم فلان لا ما يمكنش ما تيديرش هادشي، وانتم غير كتكذبوا. فاش كيدوي على صحابه هو كيدوي عليهم غير بالخايب والنميمه. ولكن انا لدابا وصل الشيء كله مازال تنقول بلي انا هو ملاك وكل شيء باغي ياذيه وعليه العين وعليه وعليه وعليه. ويا ما احداث وقعوا اللي ما يمكنش يطيحوا لكم على بالكم، من اهانه قلة كرامه خيانات
خيانات بمعنى الكلمة وبلا عدد. كنت نشوف كل شيء وكنقول دابا يتبدل، كنت خاسمه وكنعاود نرجعه. كنت فعلا عايشة وسط الظلام بمعنى الكلمة. واحد مخاصمة ديالنا اختو قالت لي ارجعي معاه وحنا غادي نجيو لداركم، هنا غادي يقترحوا عليا ندير لي شي حاجة ديال السحر باش نجروا لعندي ونشدوا معايا. اكيد رفضت، وعرفتوا علاش رفضت؟ كان عندي واحد الايمان قوي، واخا انني درت شحال من حاجه ليا حرام الا هاد القضيه ديال السحر ما تجرأتش فيها. عرفتوا بسبب شنو؟ بسبب دوك الكتوبه اللي قريتو انا الصغيره. اذا كنتو مازال باقيين عاقلين عليهم كنت قلتها لكم في اول حلقه، قريت بلي انه نهار كتشاركي مع ربي شي حاجه وحده اخرى وكتامني بشي حاجه وحده اخرى من غيره، على الاقل دوك الكتوبه داروا فيا شي حاجه. عيو معايا دارهم، ديري لي ديري لي، حيت هما كانوا عندهم هاد الامور عادي، كانوا ديما تيديروهم. وكاين فيهم اللي مريض اصلا بالسحر وكيمشي فيك السحر ديالو بالسحر. اما هو اش غادي نقول لكم، كان قاطع يده من رحمه الله. المهم غادي تقول لي واحد اختو كون غير حملتي منه، اويلي واش بغيتي تشوهيني مع عائلتي؟ لا ما يمكنش، لا 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 شوفي والله حتى 15 اليوم على الحمالة ديالك ونجي ونخطبوك، تحرم عليا حياتي أننا ما غاديش نخليوك. بديت كنضحك ديك الساعة، ولكن فعلا هنا بديت كتخدم لي هذه الفكرة في راسي. وكيف العادة يا سادة يا كرام، سمحوا لي ولكن القصة غادي نحبسوها لأنه مازال طويلة، وأنا محتاجة أن نقسم لها بزاف ديال الأحداث باش نقدر نعطيكم الحلقة نتاع الغد اللي فعلا كارثة ورحلة وحدة أخرى من معاناة وحدة أخرين اللي غادي نكتشفوهم غدا، حتى تقولوا لي شنو كتوقعوا في الجزء الثاني نتاع هذه الحلقة. أنا عارفة كم ما عندكمش مع هذه القضية، ولكن ضروري أنكم تسمعوا لها. واش وعد فعلا غادي تحمل منه؟ واش عائلته غادي تزوج بها؟ واش غادي يتزوجوا؟ واش غيوقعوا شي معاناة ولا غادي تكون سعادة؟ الله أعلم. أنخلي لكم لكم أن تبدعوا وتقولوا لي شنو عندكم في الأفكار ديالكم لتحت. فدمتم في رعاية الله وحفظه، ما تنسونيش كيف العادة بالتعليق ديالكم الجميلة والرائعة بحال وجوهكم، وتضغطوا لذاك زر الإعجاب، وطبيعة الحال تخليوا الوعد شي كلمة إذا حبت خاطركم في هذا الجزء الأول. فخلينا نضرب لكم موعد جديد في نفس التوقيت نتاع اليوم إن شاء الله غدا. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.